مشاهدينا في هذه الفقرة حنتكلم عن عدم القدرة على التعبير عن المشاعر. طبعا هذا الأمر يشكل تحدي نفسي كبير، خصوصا لما الواحد يتحفظ على مشاعره، إلا ما يصير إنه في تدمير للترابط ما بين العلاقات ما بين الإنسان، وأيضا جودة علاقته الاجتماعية مع الناس اللي حوله. حتى نتكلم عن هذا الموضوع وحتى نعرف وش هي الأسباب بتفاصيل أكثر، نرحب بضيفتنا في الاستديو مع الأستاذة سامية المطيري، أخصائي نفسي. أول أهلا وسهلا فيك، نورتينا اليوم أستاذة سامية. أهلا وسهلا فيك، سعيدة لو نبغى نتكلم عن مهارات التعبير، إيش هي مهارات التعبير الصحيحة وليش في البعض ما يتقن هذه المهارات؟ أنت هل المقصد اللي عندهم صعوبة في التعبير عن المشاعر؟ يعني في البعض يصير عنده صعوبة في فهم مشاعره، في فهمها، في التعبير عنها، في نقلها للآخرين. ممكن يكون فيها أسباب، أنه ممكن التربية والأسرة، وداخل الأسرة كيف التعبير عن المشاعر. ممكن يكون فيها الثقافة الاجتماعية عندنا، أنه لازم في ضبط انفعالي للرجل، أنه لازم ما يعبر عن خليك رجال، لا يعني امسك نفسك، لا تعبر. فمن هنا جد اللي ممكن يصير الواحد عنده صعوبة في التعبير. احنا ممكن ما نقول أنه اضطراب، بس هو نوع من سمة ممكن تكون في الطريقة في التفكير. فممكن يعني في عالم أعطاها مسمى للي عندهم صعوبة في التعبير، اللي ما يقدر يعبر ولا عنده حتى قدرة أنه يدرك مشاعر الآخرين ويفهمها حتى، فأعطاهم مسمى أنه اسمها لكسثيميا. ما كثير متعارف عليها. ممكن تكون مرتبطة في اضطرابات ثانية، يعني ممكن اضطراب الصدمة، ممكن اضطراب الاكتئاب، ممكن اضطرابات. فبالتالي هذه الاضطرابات هي اللي تخلي الشخص متحفظ في التعبير، متحفظ في التعبير، خوفا من الرفض، خوفا من الانتقاد. هنا لما يكون شوي عنده قلق اجتماعي، يصير عنده عدم التعبير، خوف من الضعف، خوف من الرفض، عدم تقبل الآخرين. فلها أماكن ما بين خجل وما بين صعوبة في التعبير، فشوي مختلفة هذه. واضح السادة سامية. لذلك خلينا نتكلم عن طرق التعبير، واللي هو جدا محور يعني مهم جدا، لأنه في ناس أو كلنا نختلف بطرق تعبيرنا. في ناس تعبر بالكلام، في ناس تعبر يمكن زي ما قلنا في بداية الحلقة بالكتابة، ناس تحب تعبر بالأكشنز مثلا، بالأفعال. فلذلك نبغى تكلمين السادة سامية اليوم عن طرق التعبير وأصحها. احنا ما نقدر نقول أنه مثلا أنه في نوع معين في التعبير. هو الأكيد التعبير اللفظي، نعبر نعطي وناخذ مع الآخرين في التعبير اللفظي. في ممكن بعضهم يفضل شوي أنه صامت، منطوي شوي، شوي متحفظ، بس أنه في أماكن معينة ممكن يتكلم. فالنمبر وان عندنا التعبير اللفظي. بعضهم السكند اللي ممكن يصير مثلا تعبير بالأفعال، اللي مثلا قليل الكلام بس لما تتكلين عليه في شغلة يأديها لك من أحسن ما يكون. فالتعبير بهذا الشكل. أنا أقول لك على شغلة، يعني أنا ما أتكلم عن الاضطراب عن في تعبير المشاعر، إنه الإنسان ما يدرك مشاعره، لكن نحن السيدات رهيبين، نبغى التعبير بالكلام والتعبير بالاهتمام، نحب الشغلتين يعني. ومسكين الرجل يعني بالعادة يمكن عنده مهارة أكثر التعبير بالأفعال، يشعر إنه الاهتمام أو العطاء اللي يعطيه صح، هذا كفاية. لكن إحنا صح، نحب نسمع صح، ونحب نحس، ونحب صح، ناخذ صح. فعشان كذا الاختلاف لما يصير، فكل واحد له طريقة، كل واحد له مفتاح في التعبير. يعني إحنا معبرين أكثر، إحنا يا يعني النساء، إنه اللي نبغى نقوله نبغى كذا نعبر، ممكن نسوي شغلتين في نفس الوقت. صحيح. الرجل له طريقة ثانية، إنه ممكن إنه ممكن نوعا ما يعبر بس فعل أكثر منه كلام، أو ممكن يكون التعبير حقه اللفظي موجود بس قليل، ما هو كفاية لنا إحنا، إنه إحنا فعشان كذا نقول إنه عنده صعوبة في التعبير، إنه طريقة التعبير حقته صعبة. فعشان كذا جاء من باب موضوع الحكاية اللي لغة الحب واللي ساير الحين إنه خمس لغات، هو بالفعل صحيح. فكل واحد له طريقة، له مفتاح، مو كل أحد عنده التعبير اللفظي مهم. ممكن إنه أنا الخدمات اللي أقدمها لي، إنه لما أحتاج ألاقيه موجود عندي يساعدني، هذا بالنسبة لي يعني لي. بعضهم ما يشوف إنه هذا يعني
زميلهم، ممكن الكواليتي اوف تايم يعني جوده الوقت معي لما يقعد معي، هل هو يقعد كامل معي في نفس الوقت ولا بس وجود من غير يعني تواجد معايا او تواصل او يعني او تواصل صحيح. فهذه هي الاشكاليه اللي ممكن تصير انه صعوبه التعبير. طب كيف المرأة مثلا، ما أن إحنا يعني سبحان الله ربي خلق الأنثى غير الذكر في موضوع التعبير واللي حضرتك تفضلتي وتكلمتي عنه قبل شوي، لذلك كيف المرأة المفروض أنها تستوعب طريقة الرجل في التعبير؟ يعني أنها تعذر مثلا أنه ما يعرف، أو يعني زي ما قلتي قبل شوي أنهم ما هم مرة يعبرون بالكلام، يعبرون ممكن بالأفعال بالأشياء الثانية الحسية ممكن، فلذلك إيش ممكن اليوم توجهين للمرأة رسالة، أو كيف ممكن الطريقة الصحيحة أنها تعرف أنه هذا ترى اهتمام، ترى اللي قاعد تسويه هذا اهتمام، ترى هذا تعبير، ترى هذا حب؟ هي النقطة أنه الواحد، كل واحد يختلف، كل واحد له طريقة، فكل واحدة مفترض ان هي عارفة اللي امامها ايش اللي هو يفضله. ممكن انه هو مو من النوع اللي يتكلم، بس هو من النوع اللي يتصرف صحيح. يعطي، فهي لازم تكون واعية بالضبط هو ايش اللي فيه. انا ما في احد راح يقولها مثلا هذه الطريقة هي اللي تنفع معها، لانه كل واحد له خلطة، كل واحد له مفتاح، كل واحد له طريقة، لكن هي اللي شو قاعدة تشوف، يعني هل هو يفضل انه لما انت تقدمين للخدمات ولما انت تطبخين تسوين، هل هو ملاحظ الشيء هذا، مقدر؟ احيانا الرجل ما كثير يعبر، بس هو راضي ساكت، ما انتقدك، ما قال شيء. فاحنا من النوع اللي لازم كل خطوه لازم نتاكد كويس ولا مو كويس. المراه سمعيه استاذه سمعيه، فاحنا فمهاره التعبير عن التعبير عن العواطف ترى هي مهاره تقوى بالمواقف الاجتماعيه، فعشان تقويها يعني لما الواحد تحس انه مثلا زي وحده زوجها، فهي مثلا دائما عندهم وعي انه انا احب كذا، انا ابغى كذا، انا افضل كذا، وهو نفس الشيء، فيصيرون كلهم كتاب مفتوح لبعض، انه هي عارفه وش يبغى وهو عارف ايش اللي تبغى، ويوصلون لنقاط مشتركه. لكن انه صعب انه مثلا يقول انه ما حد راح يقدر يدلها الا هي نفسها تعرف وتسأل وتعرف هو إيش اللي يبغى. يعني التعبير عن المشاعر مو بس حب واهتمام، إنما أحيانا رفض، غضب، حزن، غيرها من الأمور. وبالعادة هذه المواقف يكون فيها الصمت أكثر من البوح، سواء حتى السيدات. إحنا أوكي نتكلم كثير ونقول وكذا، بس برضو تيجي في فترة معينة ما تعبر على الشيء اللي حاسة به، ما تقول أنا أرفض هذا الأمر أو أنا أبغى هذا الأمر، مع الزوج، مع العمل، مع الشريك، مع من ما كان في هذا المجتمع، والرجل كذلك. قد إيش ممكن يأثر الصمت على صحة العلاقة المجتمعية؟ لما ما يصير في بينهم تواصل جيد مع بعض، ما حد راح يفهم الثاني. يعني دائما أنا أنصح أقول شيء تبغينه انطقي، قولي انا ابغى كذا، انا مو عاجبني كذا. لما انت تسكتي لا تتوقع ان احد بيجي يقرا ايش اللي في راسك، مين اللي مزعلك، ما حد راح يفهم هذه اللغه اللي احنا نعتقد احنا انه مفهومه، انه انا مثلا اقول لا ما ابغى هذا الشيء، طب هي تبغى وهي زعلانه بس تبي توحي، ما حد راح يفهم. فضروري ان هي لما تبغى تقول انا زعلانه، انا راضي. مرات الصمت يكون حل اسلم وقت المشكله، اي شوي أبعد، شوي أرتاح لحد ما أشوف الأمور، لأن مرحلة لما الواحد يصير عنده غضب ما راح يستوعب، ما راح يشوف الموضوع، ممكن يشوفه كبير وهو الموضوع ما يستاهل. فلا يعني أن الصمت شيء سيء، ممكن يكون حل من الحلول، بس لا تتوقع أنه هو بيجي يقرأ اللي في بالها. صحيح. فهنا الوضع كيف، يعني لا تطول في الصمت وتيجي تعبر، أفضل من تسكت وتتوقع أنه هو بيفهم ويقرأ اللي هي تفكر فيه. يعني يمكن أنا تناقشت كثير مع أطباء وأخصائيين في أمراض عضوية كثير، ومنها الله يكفينا الشر مرض الكانسر أو السرطان، يقول لك يعني في دراسات تقول أن الشخص اللي ما يعبر، الشخص اللي يكتم 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 يكتم، ممكن أنه على المدى البعيد يأثر على صحته البدنية ويطلع له لا قدر الله أورام ولا أمراض. فممكن حتى الشخص اللي قدامك ما يعطيك مساحة للتعبير، ممكن يكون الغلط منه مش من الشخص اللي يعني اللي يبغى يعبر وما هو قادر. فلذلك للأمانة أنا دائما أقول بالعكس، عيش حياتك وعبري، فرحانة أقولي أنا فرحانة، زعلانة أقولي أنا زعلانة، لا تستحين من مشاعرك. طيب أستاذة سامية، إحنا تكلمنا عن هذا الجانب وتكلمنا عن الأشخاص البالغين بشكل عام، خلينا ننتقل إلى الأطفال أو المراهقين، واللي نشوفها للأسف خصوصا الحين ومع التكنولوجي ومع خلينا نقول جيل الآيباد، كثير منهم يلتزمون الصمت
فرحان ما يعبر، زعلان ما يعبر، عنده أسئلة ما يعبر، ما هم زي أطفال أول اللي تلقين الطفل ما شاء الله نشبة ويسألك أسئلة طول الوقت. فكيف ممكن يكون تأثير الأم أو الأب اليوم على الطفل الصامت، الطفل اللي ما يعبر لا بزين ولا بشين، إيش ممكن يسوون؟ هنا التكنولوجيا صار الوضع، العلاقة صارت تكنولوجيا، يعني التواصل صار أصلا مع الإلكترونيك، فعشان كذا يصير عندهم ضعف في المفردات. هو ممكن ما المقصد أنه هو أنه عنده ضعف في التواصل، بس المفردات العاطفية قليلة غير موجودة، الأب مشغول والأم مشغولة، ما في حد يشجع على التعبير على إيش مضايقك إيش ما يضايقك، فصارت الكلمة إيه لا كويس مو كويس وخلاص نكتفي فيها. فهنا الأهل لازم يبدون شوي يسحبون، شوي يستفسرون، ياخذون يعني ايش كويس يعني ايش مو كويس، اشرحك اكثر، عبر اكثر، هنا تشجعه حتى على انه يقوي، يعرف هو اصلا بالضبط هو ايش اللي مضايقه. مرات يكون متضايق بس مو عارف حتى انه متضايق، وطالع على اشياء نفس جسديه، لا يعني يصير عنده الم في البطن، نوبات هلع وبانيك خوف، من غير ما يعبر انه هو اصلا قلقان، انه اصلا خايف مثلا من الاختفاء، خايف من اللي قاعد يصير للتنمر. فهنا الاهل دورهم انه ضروري الجلوس معه، لما يشوفونه منسحب شوي يتكلموا معه، يشجعونه أنه يعبر من غير ما ينتقدونه، من غير ما يطول الوقت يصير توجيه ونصح. فيبدأ إيش اللي يصير في المراهقين بالذات، أنه الأهل لما يجلسون يشوفون مجتمعين على طول التوجيه والنصح والانتقاد، فيعتقدون أنه هذا الوقت لا مرات أيه. أنه لا الآن ما هو وقت، الآن وقت أنك تشوف إيش عنده وتسمع له علشان ما يصير عنده الصمت هذا والانسحاب. فهذه هي اللي المفترض ان الاهل يكونوا متواجدين دائما معاه، وشوي يطلعونه من الدائره المغلقه اللي هو فيها الان. هل تقولين استاذه ساميه انه الطفل اللي يمكن ما تلقى الاهتمام الكافي من الوالدين، او يمكن الام خلينا نقول بالتحديد، لان الام دائما هي اللي قريبه وجالسه في البيت حتى لو كانت يعني ام موظفه، ولكن هل يعني افهم من كلامك انه عدم تلقي الحب والاهتمام الكافي ممكن يخلق لنا او ينتج لنا طفل ومراهق وشخص ما يعرف يعبر لا بالزين ولا بالشين؟ طبعا طبعا، لانه الثقافه عندنا انه لما يصير الولد ما يعرف يعبر يطلع وهو يكبر وهو عنده يعتقد انه ضعف انه يعبر، ضعف انه يبين انه هو متضايق ولا يعبر عن مشاعره، اضافه انه ممكن في فتره من فترات الطفل عبر وجاه الرفض، فيصير عنده خوف من الرفض، خوف انه اطلاق احكام من الناس له انه ايش ذا ايش كذا قاعد يقول، صح يظل ينسحب ما يصير يعبر. فهذا هو اللي يصير بعدين في المستقبل لما يتزوج وكذا، يصير ما عنده حتى قدرة في التعبير، قدرة شوي جامد شوي ما، لأنه أصلا في حياته قبل لما كان أصغر ما كان عنده البيئة اللي مشجع عليه للتعبير. هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا، الواحد يكون عنده البيئة اللي يعني تزرع في الطفل من هو صغير 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 أنه يعبر عن مشاعره، عن غضبه، عن احتياجه، عن أشياء كثير. ولكن مستوى النضج هذا للأسف احنا ما نتعلمه الا من دروس الحياه، توصلي لمرحله تبداي تفهمي فيها مشاعرك من جد، وتقدري عندك القدره والاستطاعه انك تعبري عن مشاعرك بالرفض بالقبول باشياء كثير. استاذه ساميه المطيري، شكرا لوجودك اليوم معنا، نورتينا. شكرا لك، حياك سعيده. اهلا وسهلا مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل.